بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الان ان التقي باحد الاخوه الكرام. الاسم الكريم ناصر بن محمد الحاسمي من عبري. من عمر ما شاء الله وجاي هنا الى تنوف. والله جينا نشارك اخواننا وزملائنا عبد الله الشكيري وفريق الصمود زملاء، وكلنا يعني نلتقي بهم فرصه طيب في هذا المكان الطيب، مكان جميل فعلا. ما الذي يميز برنامج اليوم برايك؟ والله حقيقه الامر يعني بلد نوف بلد جميله. اولا تتميز بمزارعها الخضراء وحقولها الجناء، وفي نفس الوقت المباني القديمة وواديها الغني بالمياه. نعم صدقت. يعني هذا أفضل شيء خاصة أيام الأمطار. رسالة تحب أن تقدمها للمشاركين؟ والله أول بادي أشكرهم جزيل الشكر على مشاركتهم. نعم. ثاني شيء هذا شيء جميل من المشاركات مثل هذه الأمور لرفع الروح المعنوية للإنسان ورفع اللياقة البدنية. نعم. والوضع الاجتماعي، التعارف بين الأخوة. نعم. هذا من أجمل الأشياء اللي الإنسان يحصل عليها أثناء تجمعات مثل هذه الأمور. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك.